وهي بتدفن ابوها، قالت ابويا عزنا في حياته وفي مماته، وده حقيقي، راح واتطفى. هل ستعتزل يسرى الفن بعد وفاة الفنان هشام سليم؟ ما هي حقيقة توزيع ورثة الفنان هشام سليم ومطالبة بناته بالميراث؟ السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. هل ستعتزل يسرى الفن بعد وفاة الفنان هشام سليم؟ كشفت مصادر مقربة من عائلة الفنان يسرى خلال الساعة الأخيرة الماضية أن يسرى تنوي اعتزال الفن والتمثيل بعد شفاه من فيروس كورونا المستجد، وأضافت المصادر أن يسرى تنوي التفرغ للعبادة إذ من الله عليها بالشفاء واستطاعت النجاة هي وزوجها خالد سليم من كورونا. ونفى مصدر مقرب من يسرى صحة هذه الشائعات، مؤكدة على أنها لا ترى تعارضا بين ممارسة المهنة وبين التقرب إلى الله. وكشف المصدر أن الحالة الصحية ليسرى مستقرة حاليا، واستغنت بالفعل عن جهاز التنفس الصناعي وأصبحت قادرة على التنفس بشكل طبيعي. وأشارت إلى أن المشكلة الوحيدة التي لا زالت تواجه عودة يسرى إلى التمثيل قريبا هو تضرر صوتها بشدة جراء فيروس كورونا، موضحة أن التهاب الحلق تسبب في صعوبة شديدة بالكلام. ما هي حقيقة توزيع ورثة الفنان هشام سليم ومطالبة بناته بالميراث؟ ينطلق المهرجان يوم 22 أكتوبر تشرين الأول الجاري، ويشهد إعلان أسماء النجوم الفائزين بجواز الأفضل بتصويت الجمهور. ونشر أحمد علياو رئيس المهرجان بوستر المهرجان الذي يحمل اسم هشام سليم عبر حسابه.